منذ الإعلان عن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى بلده الكويت، انطلقت الأفراح وتزينت كل الجهات الحكومية والخاصة بالكويت لاستقبال ابن الكويت الوفي الأمير محمد بن سلمان. فبدأت حسابات ما يسمى الحراك الإخواني وتنظيم الإخوان الدولي وحسابات الحرس الثوري وحسابات عزمي بنشر الأكاذيب والأخبار المفبركة بهدف خلق الخلافات والفرقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية. لكن قبلة الابن محمد بن سلمان على رأس والده صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أغاضتهم وزاد حقدهم وكرهم للكويت والمملكة العربية السعودية. هذه الوحدة الكويتية السعودية أصبحت مثال للتعاون الأخوي في الاقتصاد والسياسة والتعاون العسكري وفي كل المجالات، والقادم أفضل، وأكرر القادم أفضل، ونهاية الإخوان والحرس الثوري أصبحت قريبة جدا. وأقولها للإخوان والحرس الثوري وملال إيران، مخططاتكم فشلت، لأن الوحدة بين الكويت والسعودية وحدة تاريخية، وحدة يربطها الدم والترابط الأسري والقبلي والاجتماعي والتلاحم كجسد واحد، لا يستطيع كان من يكون أن يفرق له.